شكرا. ودلوقتي هنروح على موضوع تاني مهم قوي، وهو العاب البابجي والفورتنايت والالعاب اللي بقت مسيطره جدا على اولادنا، خاصه ان في طفل عنده 5 سنين بسبب لعبه البابجي جاب المسدس ده في امريكا قتل اخته لـ3 سنين. ده اول حاله. تاني حاله معانا النهارده مراهق عنده 15 سنه قتل صاحبه عشان كسبه في البابجي. وفي حد في الهند، يعني انا جايبه لي حضرتك من امريكا والخليج والهند، انتحر بسبب ان الاهل ما وفرلوش موبايل يلعب عليه اللعبه دي. تمام، احنا وصلنا لفين يا دكتور؟ بصي يا حبيبتي، طبعا الابحاث اثبتت ان الطفل اللي بيتفرج على افلام عنف، اللي بيمارس لعب عنف، ده بيأثر عليه ان هو بيبتدي فعلا يمارس العنف. وانا لسه كان في عيادتي من يومين طفل 10 سنين ضرب زميله بطريقه عنيفه جدا، فقلت له انت عملت كده ليه؟ فقال لي انا كنت بقلد حاجه من الجيمز اللي انا كنت بلعبها. حقيقي. فلا شك ان الالعاب دي بتزود العنف، وفي الخارج الحقيقه بيمنعوا ان الولاد يلعبوا الالعاب دي قبل سن 18 سنه. ولكن احنا بنحب نفرح ولادنا، وللاسف ما عندناش الوعي بالمسؤوليه الكبيره بتاعت ان احنا نحافظ عليهم ونحميهم من الحاجات ديت. احنا بنفتكر ايه؟ هديه العيد اللعبه ديت، او ملهيين، مشغولين. صح، ليكي حق. برضو حاجه مهمه جدا ان الالعاب دي بتعمل ادمان. فانا همسك القصه الاخيره، الالعاب دي بتعمل ادمان، فالطفل بيحصل تغيرات في المخ تخليه مش قادر يستغنى عنها. فالقصه الاخيره هو ليه انتحر؟ لانه مدمن. انت حرمتيه من حاجه هو مدمن فيها. فقالوا طب ليه بقى بيحصل ادمان؟ لقوا ان الالعاب دي مع استمرارها بتشغل جزء ممتع جدا في المخ، والجزء ده بيخلي الولاد يستمتعوا المرحلة عالية جدا، انه لا عايز يخرج مع اصحابه ولا عايز يخرج مع اهله ولا عايز حتى يطلع يتغدى او يتعشى، هو عايز يفضل يلعب لان الجزء ده في المخ مستمتع جدا ده جدا. حقيقي يا دكتور، احنا سمعنا في التقارير اطفال بيقعدوا اكتر من 13 ساعة على اللعبة. بالظبط. ولازم الاهل يحطوا حدود لعدد الساعات. والابحاث الاخيره بتقولك وقت الشاشات ايا كان فوق 8 سنين ساعتين في اليوم ماكسيمم اقصى حاجه، وساعه من 2 ل 8. طبعا الالعاب المفيده لها ميزه كبيره، بتحسن الادراك، بتحسن سرعه رد الفعل، بتحسن الاستراتيجيه الفكريه. ففي لعب جميله جدا بتحسن سرعه البديهه والتفكير. فكل دي احنا بنقول مش المنع التام، لان بعض الاهل يقول لك لا انا منعت كله. لا، بقول ساعتين في اليوم شاشات، وهو هيختار شاشات سواء تلفزيون كمبيوتر العاب، بكتير ممكن نقسمهم، ممكن نديهم على بعض زي وقتنا وظروفنا. وبعد كده بنتاكد هو بيلعب بايه. ففي العاب استراتيجيات جميله جدا ومفيده جدا، نتخير الالعاب اللي ولادنا بيلعبوها عشان ما يحصلش قضيه المنع التام، والولاد يحسوا ان هم اقل من زمان. فيبقى الموضوع كمان مرغوب، كل ما نمنعه يبقى هم عندهم رغبه اكتر ان هم يعملوا. وكله بالتفاهم. يعني هو مفروض الجيمز في الخارج مكتوب لاعمار، يعني ممكن سن 15 12 18. فلما بنبص فوق ال 18 ما نجيبش، حتى لو هو بيعيط وبيطلب. ونخلي بالنا ساعات بنعمل داونلود لجيمز معينه، بننزل الجيمز دي ونقفل الانترنت، لان ممكن وانت مش موجود وصاحبه قال له قال طب ما جرب ما حدش حاسس بيا، فيبتدي يعمل داونلود للموضوع ده. وده بيزود العنف في مجتمعنا، بيزود العنف في حل المشاكل. الولاد لازم هيختلفوا ولازم هيزعلوا من بعض، لكن ازاي نحل مشاكلنا بطريقه راقيه فيها فكر، غير لما نحلها بالعنف. طبعا الوالدين مثل اعلى، فاذا كانوا هم بيحلوا مشاكلهم مع اولادهم بالعنف الطفل هيستخدم العنف. أكيد. واذا كان هو بيتفرج على افلام عنيفه ظهرت في السوق لفتره الكام سنه اللي فاتوا، افلام فيها عنف، فيها نظام البلطجيه، فيها نظام ان انا باخد حقي وما تنزلش عن حقي، وان حقي ده بيتاخد باسلحه وبعنف ومخدرات وحاجات زي ديت، ولادنا ما ينفعش يتفرجوا على الافلام ديت. احنا كمجتمع نرفض نروح الافلام دي. فمنتجين الافلام دي يقولك ايه؟ طب ما حدش بيجي، فانا مش هنتج افلام فيها عنف وفيها اخلاقيات ضد اخلاقياتنا وضد ثقافتنا ومجتمعنا. طبعا هي دكتور ثقافه مجتمع كامله لازم تتغير عشان نقدر ان احنا نحمي ولادنا. بس حضرتك اخيرا وسريعا قولي لي ازاي افهم ابني ان دي اولا واخيرا لعبه، حتى لو انا سبتك الساعتين تلعب لعبه انت نفسك فيها او كل زمايلك بيلعبها او منتشره، بس في الاخر تفهم ان دي لعبه
فزت فيها فانت بتلعب، خسرت فيها فانت بتلعب، ازاي اوصل هذا المسج؟ طبعا رسالة مهمة، رسالة موضوع الفوز والخسارة ده في كل حاجة، بس في بعض الأهل لما خاصة في الرياضة لو ابنه طلع التاني ولا ما لعبش لعبة كويسة تلاقيه سير جدا ومتعصب جدا، وأنا دفعت قد كده للمدرب وإنت إزاي تخسر، ما حتى ما بيعلمش الفكرة أو الكونسبت بتاع المكسب والخسارة. فده بالنسبة للحياة العامة، ما بال في لعبة. فإحنا بنتكلم دايما، ولما الأب يلاقي الفريق بتاعه بتاع الكورة خسر ما يقعدش يقهر نفسه عشان ما علموش إن إحنا لو خسرنا بنتعلم من أخطائنا، ده المفروض نعمله يعني، ونحسن أدائنا واللعبة كلها خسارة ومكسب. النقطة التانية، كل ما الطفل قعد فترة طويلة بيلعب اللعب دي بتخليه أكثر أكنه دخل في هذا العالم الافتراضي، ويصبح العالم الافتراضي هو الواقع، فيبتدي ينسى واقع الحياة ويعيش حتى وهو نايم في هذا العالم الافتراضي، فيحلم بالحاجات دي فتشغل باله 24 ساعة. يبقى أنا محتاجة ياريت الساعتين ما يبقوش على بعض عشان يبقى عنده ساعة وبعد كده يرجع عالمنا، ويكون في نشاطات كمان بتساعده زي الرياضة زي الرسم طبعاً. زي الموسيقى طبعاً. حاجات مناسبة لهواياته هو، ما جيش أقول أنا عايزة ابني يلعب كورة، طب هو مش حابب الكورة، بشوفها دي كتير من الأهل، خليه هو يختار الرياضة اللي يحبها، ولو ما بيحبش رياضة ما ضغطش عليه، خليه يلعب بس كده يلف التراك حاجات بسيطة، وأتخير الهواية اللي هو فعلا حاببها. في ناس بتحب تقرأ، يا ريت يكون في زي جروبس نقرأ كتاب ونناقش الكتاب، ففي تعالوا نفكر خارج الصندوق شوية، ما تبقاش رياضة ورياضة فقط، نفكر في أفكار تانية بتسعد ولادنا وبتثير خيالهم وبتطور شخصيتهم. حقيقة أنا اللي سعيدة بحضرتك، ميرسي، ربنا يخليك، حضرتك دايما بتفيدينا بمعلوماتك، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة هالة حمد، شكرا جزيلا ديكي. شكرا لك يا حبيبتي. وبكده مشاهدينا أكون وصلت معاكم لختام الحلقة. سريعا حابة أقول لكم شوية نصايح من اللي الدكتورة هالة قالتها، ممكن نلخصها سريعا. ياريت كل أب وأم يقننوا جدا استخدام ولادهم للأجهزة، يعني شوفوا ولادكم بيقعدوا قد إيه، وزي ما الدكتورة قالت قسموا الوقت لأن ده ضروري، ما تخليهمش ياخدوا الجرعة على بعضها أو الوقت على بعضه. كمان نقنن الباقات في البيوت، يعني لو احنا ولادنا بنعمل لهم باق عالية قوي لا، ممكن نخليها بمبلغ قليل عشان يقعدوا وقت اقل، ونبقى عارفين ان مش طول اليوم قاعدين على الموبايل يلعبوا الالعاب دي. وكمان ياريت كلنا نشارك بعض في هواية مشتركة بينا، يعني ياريت كل اب يشارك ابنه في اللعبة اللي بيلعبها، وهو بيلعب معاه يفهمه ان دي لعبة مش اكتر من كده، ممكن تكسب وممكن تخسر، وان دي لعبة ما تستدعاش ان انت يبقى جواك عنف او تضايق حد او تضرب حد او تقتل حد. ده مهم جدا، ياريت كل اسره تشارك ولادها وتشوفهم بيتفرجوا على ايه وبيلعبوا ايه.